all of celestial bodies يعني كل الأجسام اللي هي بتطير في السماء دي are in a permanent motion. كلمة a permanent motion يعني في حركة ثابتة، حركة ثابتة according to the will of Allah، وفقا لقانون وضعه الله سبحانه وتعالى. celestial bodies، ايه بقى celestial bodies دي؟ التعريف بتاعها العلمي او scientific term ده هو they are bodies swimming in space، يعني عبارة عن أجسام بتسبح في الفضاء such as stars وplanets وmoons and rocky or gaseous bodies. يعني كام حاجة دلوقتي؟ الستارز والبلانت والمونز والروكي or gaseous bodies، خمس حاجات. الخمس حاجات دول عبارة عن bodies swimming in space، أجسام تسبح في السماء. طب الأجسام اللي تسبح في السماء زي الستارز والبلانت والمون والروكي دول بنسميهم إيه؟ بنسميهم celestial bodies. celestial إيه؟ celestial bodies. تمام الحتة دي خلاص؟ هاي تمام. ستارز هنبتدي بقى نشرح واحدة واحدة حتة حتة. آدي أول حاجة الستارز، مالها الستارز؟ When you look at the sky in a clear moonless night، لما تيجي تبص في السماء في يوم كان القمر مش موجود والدنيا بالليل، وانت بتبص كده في السماء بصيت لقيت نجوم، you will see huge number of bright bodies called stars، هتلاقي نجوم تسبح في السماء، أو مش تسبح، نجوم بتنور لك السماء، دي هي الستار. طب ايه تعريف الستار؟ they are big sized bodies that emit enormous amount of heat and light، هي عبارة عن أجسام كبيرة في الحجم بتشع ضوءا وحرارة، بتشع ضوء وحرارة. يبقى البيج سايزد بوديز emit enormous heat and light، يبقى احنا بنتكلم عن الستارز، ده التعريف بتاع الستارز. طيب يعني انا دلوقتي لو سألتك قلت لك ايه تعريف السيليستيال، يعني لو قلت لك define celestial bodies و define stars، هتقول السيليستيال بوديز دي عبارة عن ايه؟ they are bodies swim in the space such as stars, planets, moons, and rocky gases body. gases body. طيب stars There are big size bodies that emit enormous amounts of heat and light. تمام، excellent very good. طيب طب هنا بقى they appear small as though they are big sized، يعني الحاجات دي بتظهر ليه صغيرة على الرغم من ان انت لسه بتقولي في التعريف يا مس ان الستارز بيج سايز، طب ليه احنا بنشوفها سمول؟ ايه السبب؟ عشان نجاوب على السؤال ده او الاجابة اللي احنا المفروض نجاوبها لو جبنا السؤال ده في الامتحان هنقول ايه؟ because they are millions of kilometers away from us. لو انت كتبت لي because it away from us صح، يعني انت لو قلت because they are away from us صح. طب هتكتب لي بقى الحتة دي تبقى ممتاز، اللي هي ايه؟ because they are millions of kilometers away from us. اوكي تمام. الله اكبر الله اكبر. طيب هنا بقى the distance between the stars are very large، are very million of، بص خلي بالك في السؤال ده million of kilometers away from us، يعني ملايين الكيلومترات بعيد عنه. تمام the distance between stars are very large so astronomers don't measure them in kilometers but with the light year. على الرغم يعني احنا بنقول الستارز دي بعيدة خالص عننا، فعلماء الفضاء او الفضائيين لما قاسوا المسافة ما كانوش بيقيسوها بالكيلومتر، كانوا بيقيسوها بحاجة اسمها لايت يير، وده طبعا محل او موضع أسئلة ممكن يجي سؤال في الامتحان يقول لك ايه، يقول لك the distance between stars are very large so astronauts أو astronomers measure them with نقط، فهتكتب له light year السنة الضوئية. تمام تمام. طيب ايه تعريف السنة الضوئية؟
يعني ايه سنة ضوئية يا مس؟ اللايت يير. It is the distance covered by light. المسافة التي يسير فيها الضوء أو يسير خلالها الضوء. In one year and it equal 9.467 times 10 باور 12، يعني 9، قول 9 ونص تقريبا، يعني 9.5 تايمز 10 باور 12، 10 أس 12 كيلومتر. ده بيتحفظ تاني. يعني إيه سنة ضوئية يا مس؟ It is the distance covered by light in one year and equal 9.5 times 10 باور 12 كيلومتر. طب ال distance in light year بتساوي إزاي؟ إحنا قلنا قبل كده مسافة على زمن. طيب الديستنس، المسافة عبارة عن ايه؟ بتساوي ايه؟ الديستنس ان كيلومترز، المسافة بالكيلومتر على اللايت يير. طيب 9.467 تايمز 10 باور 12 علشان اطلع الديستنس ان لايت يير. ودي ممكن تيجي مسألة يقول لك مثلا find the distance in light year، ويديك بقى علما بقى ان الديستنس ان كيلومتر بيساوي كذا، ويديك طبعا اللايت يير بيساوي كذا لو عطاها لك، لو ما عطاهالكش انت حافظها كده. طيب what is meant to call، ايه تعريف او مثلا ماذا يعني او ماذا يقصد به the distance between the sun and the star is 3 light years؟ ايه اللي انا اقصده لو انا قلت لك ان المسافة بين الشمس وبين النجم عبارة عن 3 سنة ضوئية؟ فانت هتحسبها له ازاي؟ تعالى بقى نعوض الكلام ده. هنكتب 3 the distance between the sun and the stars equal 3 times كذا بيساوي كذا. طيب ليه يا مس؟ اصل هو دلوقتي عاوز لك ال distance in kilometers، يعني هو عاوز دي، شايفها؟ اه مش لما يكون عاوز دي يبقى هيضرب مين في مين؟ هيضرب دي مع دي. اوكي تمام. to calculate the distance in light year، عطينا بقى ايه المثلث اللي احنا بنفهم منه ازاي نحل المسافة. distance in kilometers على او divided by كذا علشان نجيب مين؟ عشان نجيب ال distance in light year. طب لو هو عطيني ال distance in light year هروح عاملة ايه؟ هروح عاملة ال distance in kilometers على او divided by كذا. طب افرض هو عايز اللي فوق ده، يبقى هنضرب اللي في الاتنين، نضربهم في تحت، اللي تحت دول الاتنين اللي تحت هروح ضربهم في بعض. تعالى كده نشوف المسافة. calculate the distance in light year اللي هي دي وعاوز دي. طيب between two stars if the distance between them equals كذا، هو عطينا دلوقتي ايه بعد دي؟ ال distance between them، distance between them اللي هي distance in kilometers، لأنه هو حاطط لك الكيلومترز اهي. هو عايز ايه؟ احنا قلنا عاوز in light year. طب احنا خدنا في القانون ال distance in light year بيساوي ايه؟ بيساوي distance in kilometers divided by الرقم ده اللي هو light year نفسه، بيساوي في كام في الآخر؟ 4 light years. طيب المسألة التانية اللي بعديها to calculate the distance in kilometer، اللي فوق ده لو هو عايز اللي فوق هنعمل ايه؟ calculate the distance in kilometer between the sun and the star if the distance between them equal 5 light years. السوليوشن بقى عشان نحل المسألة دي، distance in kilometer المسافة بالكيلومتر بيساوي ايه؟ المسافة بالكيلومتر بيساوي distance in light year times كذا. طيب يعني ده المنظر. give reason the stars seem as light points although they are huge. تاني ايه السبب اللي يخليني اقول ان ليه النجوم شكلها صغنطوط على الرغم من ان انت بتقولي huge؟ اهو هتقول ادي الاجابه، because they are far from us، او تكتب because they are far away from us، يعني الكلام بيتعاد، الشرح بيتعاد تاني مرة، والكلام بيتكرر.
طب لو احنا هنا قلنا astronomers don't measure the distance between stars in kilometers، ليه علماء الفضاء أو الفضائيين ما بيقيسوش المسافة بالكيلومتر، بيقيسوها بالسنة الضوئية ليه؟ هتقول because this distance are too huge، عشان المسافة بعيدة جدا، to be measured in kilometers. تمام؟ تمام. عندنا بقى حتة تانية جديدة اسمها جالاكسيز. طبعا جالاكسيز غير الشوكولاتة اللي اسمها جالاكسي، احنا بنتكلم هنا على ايه؟ على جالاكسيز اللي هي المقصود بها باللغة العربية المجرات. طب ايه المقصود بالجالاكسيز يا مس؟ they are greatest units that form the universe، يعني وحدات كتيرة جدا هي اللي بتكون مكونة للكون. ففي ناس هتقول ايه؟ they are a tremendous collection of stars، مجموعة من النجوم. طب في ناس تانية تقول إيه؟ they are a system that consists of thousands of millions of stars، هو عبارة عن نظام بيتكون من آلاف والملايين من النجوم، أي واحدة فيهم تنفع وأي واحدة فيهم صح. وخلي بالك وأنت بتذاكر أحسن هو يجيب لك أي واحدة يقول لك write the scientific، فأنت عشان تحفظ هتحفظ إزاي؟ لازم تدي علامة يبقى greatest units that for the universe، دي العلامات اللي انا احفظ بيها الجالاكسيز. او ممكن tremendous collection of stars تعتبر جالاكسيز. لو قال لك مثلا they are systems that consists of thousands to millions of stars، يبقى هو بيتكلم على الجالاكسيز. من الاخر ان الجالاكسيز دي عبارة عن مجموعة من الستارز. طيب بس مجموعة ايه؟ مجموعة متجمعة مع بعض على الشكل اللي احنا شايفينه ده، عشان كده سميين ده اسمه ايه؟ ميلكي واي جالاكسي، عشان عامل زي ما يكون واحد بيغلي لبن وبيدوبها بالمعلقة، فسايبينه مسمينه ميلكي واي جالاكسيز أو جالاكسي. طيب the galaxy that our solar system belongs to is known as the way of shaped high galaxy أو ميلكي واي جالاكسي. يبقى لو سألناك وقلنا لك كومبريز ذا جالاكسي ذات اور سولار سيستم بلونجز تو، يعني المجرة التي تنتمي إليها المجموعة الشمسية تسمى إيه أو إيه؟ تروح تقوله ذا واي أوف شوبد هاي جالاكسي أو ذا ميلكي واي جالاكسي. في الحالتين احنا عندنا كلمتين متكررين، واي جالاكسي هنا وهنا برضو واي جالاكسي، بس ايه بقى الكلمات المختلفة؟ ذا ميلكي وهنا شبت هاي او شبت هاي جالاكسي او ذا ميلكي جالاكسي. ميلكي واي جالاكسي takes an oval shape، الشكل بتاعها بيكون أوفال أو بيضاوي with complete spiral arms extended from it. طبعا أنا عشان مطولش عليك أنا هي الحتة دي ومش هخش في أي حاجة تاني عشان يبقى سهل في المذاكرة، عشان طبعا الدرس ده مليان سنة بسيطة بس هو سهل، يعني هو طويل شوية بس سهل جدا والله، يعني سهل خالص. احنا نقسم على مرتين، ناخد المعدة شوية وبكرة إن شاء الله ناخد شوية. يعني تمام. حتى المجموعة بتاعت البنات دي احنا ناخدها سهلة عليك، سهلة جدا على فكرة. بص هي الحتة الأولانية دي بس هي اللي فيها سنة صعوبة، بس والله الدرس سهل خالص خالص والله. ميلكي واي جالاكسي تيكس ان اوفال شيب، يعني الطريق بتاع الميلكي واي او المجرة دي شكلها بيضاوي عامل زي البيضة with collid spiral armed، وعاملة زي ما يكون فيها سلك كده حلزوني. ده خلي بالك ده هنا ايه الاكسبلانيشن او الديسكريبشن بتاع الميلكي واي، الوصف بتاع الميلكي واي. the sun lies on the one of these spiral arms، يعني الشمس بتكون موجودة من ضمن هذه الأزرق. طيب for illustration للتوضيح، هو حاطط لك صورتين اهو، واحدة اسمها literal view وتاني top view. top view يعني بيصورها من فوق،
لكن هنا البوزيشن اوف ذا صن في النص اللي هي دي بتلف. بوزيشن اوف ذا صن ايه؟ من ذا ميلكي واي جالاكسي، ده شكل الصن وده شكل الصن. طيب هو ذا ميلكي واي جالاكسي از جيفن ذات نيم، ايه اللي خلاهم يسموها كده؟ because it appears in the sky at night as splashing milk or spreading straw، علشان هي شكلها بالليل عامل زي splashing milk. يعني splashing milk زي واحد بيغلي لبن بيفوق، أو spreading straw أو انتشار حاجة كده زي الستراو، دخان مثلا أو حاجة كده. تمام. We can summarize the previous explanation in the following diagram. هنلخص بقى الكلام الكتير اللي احنا قلناه في المنظر اللي انت شايفه ده. The celestial bodies are found in groups called galaxies, or our galaxy in the universe is called the Milky Way galaxy, which contains our solar system. تاني من الأول، يبقى الحاجة الكبيرة خالص خالص كانت مين؟ كانت the celestial bodies. طب السيليسيال بادز ار فاوند ان جروبس، شفناها جوه جروب، كانت من ضمن جروب، الجروب كان اسمه ايه؟ جالاكسيز. اور جالاكسي ان ذا يونيفرس از كولد ايه؟ ميلكي واي جالاكسي. تاني السيليسيال بادز ار فاوند ان جروبس كولد جالاكسيز. طب الجالاكسيز دي كتيرة قوي قوي، هناخد منها جالاكسية واحدة، كان اسمها ايه اللي احنا عايشين عليها؟ ذا ميلكي واي جالاكسي. طب الميلكي واي جالاكسي تحتوي على جواها ايه؟ سولار سيستم. خلاص تمام. تمام انا بقوله ده مفهوم ولا لا؟ تمام مفهوم. The discovery of celestial bodies. إزاي عرفنا إن في celestial bodies؟ أكيد كان عندنا أدوات بنستخدمها. كان عندي أدوات، الأدوات دي كان اسمها التلسكوبات أو telescopes. The discovery of the celestial bodies. Astronomers discovered the celestial bodies by instrument called telescope. Function of telescope. إيه بقى الوظيفة بتاعت التلسكوب يا حلوين؟ أول حاجة they are used for identifying the celestial bodies. يبقى لو احنا سألنا what is the function of telescope، ايه أهمية التلسكوب؟ إن هو بيخلينا نشوف أو نتعرف على الأجسام السماوية البعيدة. التعرف على يبقى identifying ذا. طب ايه الأجرام السماوية البعيدة؟ يبقى celestial bodies. Identify the celestial bodies. طب ايه انواع التلسكوبات؟ types of telescope. عندي حاجة اسمها reflecting telescope، التلسكوب العاكس. reflect يعني يعكس. في عندي refracting telescope، التلسكوب اللي هو بيعمل ايه ده؟ مكبر، او اللي بيقرب، فبيعمل هو جواه refract، انكسارات. ملحوظة the first scientist who invented telescope or monitor space was a scientist جاليليو. العالم جاليليو هو اللي صنع مين؟ التلسكوبات. And is called جاليليو تلسكوب، عشان كده التلسكوب سميناه تلسكوب جاليليو. خلاص كده يا حلوين. طيب يبقى انا كده عندي كام نوع من التلسكوبات؟ اتنين، واحد اسمه ريفليكتنج تلسكوب والتاني ريفراكت تلسكوب. ريفليكت يعني بيعكس، ريفراكت يعني جواه انكسارات للضوء. طب مين العالم اللي اكتشف التلسكوبات؟ العالم جاليليو. جاليليو ده بقى سهل خالص، خدناه في جريد 4 وجريد 5 وجريد 6 كمان. السولار سيستم كام؟ 1 8. مين القريب للشمس؟ ميركوري. طب مين البعيد؟ كده تعالى كده نشوف السولار سيستم. نظام الشمس، النظام الشمسي بيتكون من 7 حاجات. يعني السولار سيستم او النظام الشمسي ده، المجموعة الشمسية بتتكون من 7 حاجات. اول حاجة في النص في سنتر اوف ذا سولار سيستم اللي هي الصن، ودي طبعا سهل. والبلانت الكواكب 8، المون كل واحد، كل كوكب حواليه مجموعة من الأقمار، وكوكب الأرض مفيش غير قمر واحد يتيم. الأسترويدس والميترويدس والميتيوريت والميتيوريتس والكوميتس، دول هناخدهم مع بعضهم في حصة لوحديها في درس لوحده. تمام. دول كلهم دول بيتاخدوا مرة واحدة، لكن دول التلات دول بيتاخدوا دلوقتي حالا إن شاء الله.
سلوز الرسول. تمام. نعم، في مشكلة؟ في حاجة؟ نعم. Through the astronomical exploration, astronomers knew that the solar system consists of some celestial bodies that are shown in the following diagram. يعني العلماء الخاصين بعلم الفضاء اكتشفوا أن السولار سيستم يحتوي على مجموعة من الأجسام السماوية كما موضح في الشكل التالي. 7 حاجات موجودة في السولار سيستم: Sun, Planet, Moon، بعد كده أسترويدس، ميتيورز، وميترويتس، وكوميتس. بالنسبة للصن معلوماتها سهلة. It is the star of our solar system. It is the biggest body in the solar system. It lies in center of the solar system and the other bodies of the solar system revolve around it. المعلومات دي سهلة ولا صعبة؟ نعم. biggest body وسنتر من the solar system، وكل كل الأجسام بتلف حوالينها، يبقى احنا بنتكلم عن مين؟ عن الصن. طب ايه بقى البلانت؟ طبعا البلانت، التعريف بتاع البلانت: they are 8 spherical opaque bodies، يعني 8 أجسام معتمة، جسم معتم يعني لا يشع ضوءا ولا حرارة، يعني عامل زي ما يكون كورة كده، زي الزلطة كده، لا بتنور ولا أي حاجة، ولا بتنور ولا بتطلع سخونة. revolve around the sun، بتلف حوالين الشمس، in one direction anti clockwise، يعني عكس قارب الساعة، in semi circular or elliptical oval passes. كلمة elliptical oval passes يعني في شكل بيضاوي أو ممرات بيضاوية. طيب the paths of planet lie in one plane perpendicular، يعني ايه perpendicular؟ تقطع عمودي، يعني الكواكب بتكون في خط عمودي على مين؟ sun axis، على عمودي، على محور الشمس of rotation around itself. تعالى كده نشوف الرسمة، هذه الشمس اهي الشمس، تعالى نشوف الرسمة اللي هو اللي رسمها لك دي. هذه الشمس، الأكسس بتاع الشمس كده، ودول الأكسس بتاعتهم عاملة ازاي كده، مثلا عمودي عليه، عمودي. خلاص. طيب مين أقرب كوكب للشمس؟ اسمه ايه؟ ميركوري. ميركوري اللي هو عطارد. ومين اللي هو أبعد واحد؟ اسمه نبتون. طيب according to their this، لا لا، تعال نشوف السؤال بتاع جيفريزون. لو سألك جيفريزون قال لك planet revolve around the sun، الكواكب بتلف حوالين الشمس in fixed orbit، ليه بتلف كده؟ هنقول due to attraction force of the sun to the planet، يرجع ذلك إلى الجاذبية، يبقى due to the attraction force of the sun to planet. تاني، يرجع ذلك إلى due to the attraction، يعني due to attraction، يرجع ذلك إلى جاذبية الشمس لهذه الكواكب. ودي طبعا المعلومة دي برضو محتاجة توضيح أكتر. بص بقى يا جميل، أنا دلوقتي لو أنت كبير وعندك أخ صغير وأنتوا ماشيين في الشارع، مين اللي هيمسك التاني ويعدي الشارع؟ الكبير بيمسك الصغير، صح ولا لأ؟ حلو خالص. احنا بقى الشمس دي نعتبرها الأخ الكبير، والكواكب دول الأخوات الصغنطتين. فبما إن the sun has a big mass، عشان الشمس الكتلة بتاعتها كبيرة، they attract the other planet، هي اللي بتجذب بقية الكواكب. يبقى أنا لو سألتك وقلت لك give reason planets revolve around the sun in fixed orbit، ليه؟ هتقول due to the sun attract other planet، أو ممكن due to the attraction force، بسبب قوة الجاذبية بتاعت مين؟ of the sun to mean to the planet. أوكي؟ طيب عندي هنا the arrangement of planet، ترتيب الكواكب according to their distance. لو احنا هنتكلم على، هنرتبهم على حسب المسافة، الأقرب ثم الأبعد. الأقرب بيكون ميركوري،
بعد كده فينوس، بعد كده ايرث، بعد كده مارس، ودول الأربعة الصغنطتين. بعد كده جوبيتر اللي هو أكبر واحد، ويكون في النص، خلي بالك ده في النص. والبعيد خالص اسمه ايه؟ نبتون. خلي بالك جوبيتر، بعديه مين؟ ساترن واورانوس. طبعا انت حافظ الكلام ده، ميركوري فينوس ايرث مارس جوبيتر ساترن اورانوس نبتون، اورانوس نبتون، تمام. الفارزست مين؟ الفارزست وان نبتون. طب مين هو نيرست وان؟ ميركوري. حلو الكلام. بعد كده هنتكلم على ترتيب هذه الكواكب وفقا لمين؟ سايز، اكوردنج تو سايز، الحجم. اكبر واحد مين واصغر واحد مين؟ اصغر واحد مين يا ترى؟ ها، اصغر واحد هو ميركوري، واكبر واحد مين قلنا؟ جوبيتر. بس كده نص الترتيب بتاعهم عامل ازاي. اصغر واحد ميركوري. طب مين الاكبر شويه؟ مارس. مين الاكبر شويه؟ فينوس. طب الايرس رقم كام؟ الايرس 4. طيب ملحوظه، ميركوري از نيرست بلانيت تو ذا سان، وايل نبتون از فارزست. احنا لسه شايفين الكلام ده. جوبيتر از بيجست بلانيت، عارفين. طب ميركوري اصغر واحد، عارفين. طب ذا نيرست تو بلانيت تو ذا ايرث، مين اقرب اتنين للارض؟ خلي بالك الكلام ده بيجي اكمل، خلي بالك. مين الكوكبين اللي قريبين من الارض، اللي قدامه واللي وراه؟ فينوس ومارس. ايه ده، خلي بالك نيرست تو بلانيت تو ذا ايرث فينوس ومارس. نعم. فينوس ومارس، مش كان المفروض ميركوري ولا ايه؟ استنى كده ثواني، ادي الايس، فينوس ومارس. تمام. الفينوس ومارس على فكرة ليه؟ طيب لان ادي الايس اهو في النص اهو، مين فين؟ فينوس اهو، فين مارس اهو، يبقى مين اقرب اتنين لكوكب الارض؟ فينوس ومين؟ فينوس فينوس و مارس. مارس. which planet has the highest density، يعني ايه؟ كوكب الارض له كثافة عالية، اكبر كثافة، highest density. the earth planet occupies third order according to distance from the sun، يعني الكوكب الثالث بعدا عن الشمس. خد بالك الكلام ده بيجي اكمل، distance. طيب the fourth order ascendingly according to the volume، يعني الرابع من حيث الحجم. ازاي يعني يا مس؟ تعال نطلع الفيلم نشوف الحجم، مين الحجم بتاعه رقم 4 اللي هو مين ده؟ الايه. طب مين اصغر واحد في الحجم؟ ميركوري. الاكبر شوية مارس. الاكبر شوية فينوس. رقم 4 في اللي هو كبير سنة بسيطة، يبقى مين هو رقم 4 في الترتيب التصاعدي؟ كلمة تصاعدي ascending، ascendingly، 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 اللي هو مين؟ الإيرث. يبقى the fourth order ascendingly according to the volume، الحتة دي خد بالك فيها. the fifth order descendingly according to the volume، ورقم 5 لو احنا هنرتب تنازليا. يعني ايه تنازلي؟ كأنك بتنزل السلم، يعني من أكبر حاجة لأصغر واحد. أدي 1 2 3 4 5، مين رقم 5 ديستندلي اللي هو الإيرس، اللي هو رقم 5 لو احنا هنرتب تنازلي، ورقم 4 لو هنرتب تصاعدي. وادي الأسئلة، واحنا كده خلصنا. بس كفاية جدا جدا الكلام ده. المرة الجاية بقى هنكمل بقى بقية الدرس. في أي سؤال؟ لا يا مس، الحمد لله فهمت واستفدت، يا مس، جزاك الله خير. الله يخليك. إن شاء الله بإذن الله بكرة بإذن الله. شوف أنت أي ساعة فاضي فيها، يعني بمعنى صح أي ساعة إلا ربع، إحنا مش بنكمل الساعة، يعني لو 40 دقيقة فاضيها ابعت لي وإن شاء الله نكمل الدرس عشان نخلص كل حاجة خلال الأسبوع ده، علشان الامتحان بتاعتك أكيد قرب. تمام، تمام، ماشي. شكرا خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا